انا عذرك يا حمود قبل اقول معذوره، ولكني من اجلك رصاصي في حزامي. أنا أعذرك يا حمود لأني أعرفك، أعرف يعني نيتك طيب، هذه واحدة. ولكني في نفس الوقت جاهز لك، يعني من أجلك أنا ترى أنا أعرفك، أعرف قوتك وأعرف قدرتك وأعرف في لحظة أشوفك تحتاج إلى ذخيرة ولا أكون جاهز. أنا جاهز. ليا صفيت طابور، صفيت الكطابور، يا ويل العازم والمقاطي والقيثامي، يا ويل العازم والمقاطي والقيثامي، يا صفيت الطابور صفيت الكطابور. يقول يا ويل العازم والمقاطي والقيثامي، وانا يعني افتخر بموهبتي الشعريه واقول ان شاء الله اني قد المقام. ترى صاحبك دكتور الله، لا والحمى ثمانين في صم العظام، لا والحمى ثمانين في صم العظام، يا عادت كورونا ترى صاحبك دكتور. يعني إذا أنكم الشعار صار عندكم يعني تسوون تجيش ولا تسوون علي يعني زي ما تقول يعني ردة فعل من جديد يعني في البدايات، اللي عادة المنافسة ولا والنيات اللي فيها تقلبات، مرة صاحبك مرة يعالج، عنده علاج ميمي حتى لو الحمد دبل. يا شيخ القوم قومك تراجع فيهم كسور، لكن الحي لا ما تجعله للرحامي، خلافك وانت مجبورة. الله الله، لك الله ما تقدم على الخط الأمامي، لك الله ما تقدم على الخط الأمامي، وانا قومي تردك خلافك وانت مجبورة. انا قومي تردك خلافك، يعني جيلي اللي انا فيه الشعراء اللي انا منهم جيلي يردونك. إن قلت جيلي من الشعراء وإن قلت بني عمي وإن قلت قبيلتي، يعني لما أخذ من باب القبلية تركب نفس، لك الله ما تقدم على الخط الأمامي، يعني مستحيل إنك تجي في الصف الأمامي تقدم قدمه. أي أنا خابرك رجال ما تصبر على الجورة، لكن انشر علمكم على أشجار البشامي. تقدمنا على الأوله وإبليس مدحور. طيب ترى أمرك في دوامك وأنا أمري في دوامي. راس باكور. طيب يا بايقنعكم المسح لمني والنظامي، يا بايقنعكم هذا النظام بلد محافظ ما تقدر تقول لا. الله يوفقك يا ابو ياسر، ليت نطول والله. خلوها، شكرا لكم ما قصرت والله، يعطيكم العافيه. تسلم، جم الله حالكم بيض الله وجيهكم. والله نسيت المسح على مني. ما قلت لك الله يوفقك يا ويسر.